فن التمثيل، النقد المسرحي والسينوغرافيا هي تخصصات أعلنت عنها إدارة المعهد العالي لمهن فنون الأرض والسمع البصري لبدء التسجيل فيها إلى غاية 14 من شهر سبتمبر القادم. المعهد العالي لمهن فنون الأرض والسمع البصري ببرج الكيسان يفتح أبواب التسجيلات في تخصصات ثلاثة مهمة، تخصصات فنية ثلاث مهمة، تخصص نقد مسرحي، تخصص فن الممثل، وتخصص سينوغرافيا. التسجيلات بدأت يوم 24 جويلية وتتواصل إلى غاية 14 من شهر سبتمبر. ملف التسجيل يحتوي على وثائق بسيطة جدا، نسخة من شهادة البكالوريا، نسخة من كشف نقاب البكالوريا، طلب يتضمن كل المعلومات المتعلقة بالمعني، أيضا صورة من بطاقة التعريف الوطنية. الانتساب للمعهد مرتبط بنتيجة مسابقة يقف عليها أساتذة أكفاء بشطريها النظري والتطبيقي يومي 26 و 27 سبتمبر. يدخل هؤلاء المترشحين المقبولين في المسابقة يومي 26 و 27 سبتمبر. المسابقة فيها شق كتابي يتعلق بثقافة عامة مسرحية، وحتى نتمكن من قياس مدى قدرة المترشح على التعبير والكتابة والتحرير، وأيضا مقابلة مقسومة إلى قسمين. في جانب النقد هي مقابلة شفوية، وفي مدى التمثيل عبارة عن تقديم عرض قصير. هي فرصة لمحبي الفن من أجل الانتساب إلى المعاهد الكبرى التي تعنى به واقتحام غمار التكوين، وهو ما تحرص عليه إدارة المعهد الذي أنجب خيرة الفنانين والمثقفين على مدار سنوات طويلة.